حرم الله جل وعلا على المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين. لماذا؟ حتى لا يعود السب على رب العالمين. كذلك الولد ممنوع ابتداء أن يلعن أو يشتم أو يسب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، هذا ابتداء، ولا يجوز له أن يسب غيره، يسب أبا الرجل، فإن هذا سيعود عليه على والديه بالسب. وهل يشتم الرجل والديه؟ هذا استفهام إنكاري من الصحابة، وهذا يدلنا على ما كانوا عليه من البر والإحسان ومن بذل المعروف إلى الوالدين وبعدم شتم الوالدين. ولذلك تعجبوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه، لأنه غير معروف عندهم. فقالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يذهب فيشتم شخص ويلعن أبو الشخص هذا، يقول له: لعنة الله على أبيك مثلا. وش يسوي ذا؟ قال: لعنة الله على أبيك أنت. لعنة الله على أمك مثلا، قال: لعنة الله على أمك أنت. فهذا عاق لوالده. لماذا؟ لأنه تسبب بشتمهما، تسبب بشتمهما. وأيضا في رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والده. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.